حياكم الله مشاهدينا الكرام. أعلنت الحكومة اليمنية وها هي عائدة إلى عدن لوضع حد لتهاوي يمن العروبة كما سماها سمو نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان. يأتي هذا كله تتويجاً لجهود الرياض لتقرير وتشكيل وتنفيذ وإسراع إكمال اتفاق بشق عسكري وسياسي. مجمل القول أن اتفاق الرياض المثمر لقي ترحيباً عربياً ودولياً كبيراً بعد صبر عام من جميع الأطراف. ترحيب عربي ودولي بتشكيل حكومة يمنية جديدة، التشكيل الذي أتم به تنفيذ بنود اتفاقية الرياض العسكرية والسياسية بعد استجابة الأشقاء في اليمن ودعم من المملكة ودول التحالف. الحكومة اليمنية الجديدة تتكون من 24 حقيبة وزارية وزعت بين الشمال والجنوب بواقع 12 حقيبة. وأكد بيان تشكيل الحكومة أن تشكيل الوزارية الجديد جاء بعد الاطلاع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي عام 2011 ومخرجات الحوار الشامل واتفاق الرياض المبرم في 2019. نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أكد أن اتفاق الرياض تجاوز الصعوبات والعقبات بجهود اليمنيين، لافتا إلى أن العمل شاقا والطريق طويل، لكن بعزائم الرجال المخلصين تنبذ الخلافات وتتوحد الجهود، متطلعا إلى حكومة تقود اليمن وشعبه إلى بر الأمان. من جانبه شدد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة معين عبد الملك على أن ثقة اليمن عالية بالدعم الأخوي المقدم من المملكة ودول تحالف الشرعية، مشيرا إلى أن التشكيل الحكومي الجديد أمام مسؤوليات تاريخية وعاجلة وشاقة. أيضا المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن وصف الاتفاق بأنه خطوة محورية نحو استقرار اليمن وتحسين مؤسسات الدولة وحلا سياسيا دائما للصراع في اليمن. سياسيون ودبلوماسيون أكدوا استمرار المملكة في نهجها الواضح لدعم الأشقاء اليمنيين بما يحقق استقرار البلاد وازدهارها وتوحيد صف اليمنيين في مواجهة الميليشيات المسلحة التي تعبث بأرض يمن العروبة تنفيذا لأجندة خارجية.